بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. كان محور الكلام في الليلة الماضية حول الوفاء بالعهد، ونستخلص من جملة ما سمعنا أن الإسلام هدف الدين وهدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بناء الإنسان، بناء المنظومة الأخلاقية للمجتمع بحيث يكون مجتمع قائم على الفضيلة، وبالتالي يتحقق الوعد الإلهي: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الوفاء من جانبنا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى بالعبودية، وإذا تحقق الإخلاص بالعبودية على الله تبارك وتعالى أن يكفينا أمر الدنيا والآخرة، يعني نكون مطمئنين. شلون كلام الإمام سلام الله عليه عندما يقول: والله يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة. ترى مو هينة، مو ولا أشرقوا نهارا ولا أظلهم الغمام ولا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولما سألوا الله شيئا إلا أعطاهم. يعني معناها أن كل ما نشوف من معوقات بحياتنا وانتكاسات كن الراجع أنفسنا. ولذلك تشوف الإنسان أحيانا إذا شاف نفور من المجتمع رأسا يحول المشكلة وين؟ عند المجتمع. يعني الناس مو خوش ناس، ما تعرف أوادمها، مو هذا كلامنا العامي، ما تعرف أوادمها، بالتالي يظهر لا، اللي يشوف نفور المفروض يراجع نفسه، يضع نفسه أمام المرآة ويشوف الناس ليش تنفر من عنده، لأنه الإنسان النظيف المستقيم الله تبارك وتعالى يزرع محبته في قلوب الناس، وجعل أفئدة من الناس. ليش؟ لأنهم أخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى. فبالتالي نصل إلى نتيجة أن الله تبارك وتعالى من خلال هالتوجيهات والتعليمات الآيات القرآنية إرسال الرسل يريد أن يبني الإنسان ويصبح إنسان. زين يقول ليش هو شنو إنسان؟ لا، الإنسان مو اللي عنده رجلين وإيدين وعيون وشي، لا مو هذا، لا، الإنسانية بداخل النفس. أحيانا إنسان لكن بداخله أقدر من الحيوان أجلكم الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمع أولئك كالأنعام بل هم أضل.
أضل من البهيمة، وفعلا أضل من البهيمة، لأن البهيمة تندل طريقها، عندها يسموها نوع من الإدراك الكمي، بحيث يقدر يندل طريقة يروح ويجي. لكن البشر اللي يفقد عقله ويفقد إنسانيته ويفقد آدميته، والله ما يعرف منين يروح منين يجي، ما يعرف شلون يمشي. شلون هاي يقول ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم، الله يعلم إني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أكو شيء. فالمهم بناء الإنسان أن يكون إنسان يشعر بآدميته من خلال هذه القيم. ثم إحنا أكو توصية علينا، أكو خصوصية، أكو مسؤولية إضافية. انتماءنا لمدرسة آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، انتماءنا إلهم يملي علينا مسؤولية إضافية. مو تسامع الإمام الصادق سلام الله عليه، شاف لواحد فديوم بلغه عن أحدهم أنه عنده نوع من الخربطة، يعني شوي مشكلة بشي بالسلوك بالعادي، التفت لنادى قال يا هذا أن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمنزلتك منا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمنزلتك منا. يعني مسؤوليتك إضافية. يعني أفرض مثلا أنا قد أروح في سفرة طلابية، سفرة مثلا مدرسية أو وظيفية أو شيء، ومرة أروح زائر للحسين سلام الله عليه، يترتب علي أثر إضافي من أروح بتوجهه للحسين لو ما يترتب؟ كون أحترم أوقات الصلاة، كون أغض الطار، كون ما أعطي فرصة للمتربصين أن ينفذون لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم من خلالي. فالمسؤولية بالتأكيد تكون مسؤوليتنا إضافية. مثلا الإمام يقول سلام الله عليه كونوا لنا دعاة صامتين. شو صامت؟ غير الداعية يتكلم؟ قل لا الإمام ما أريدك هالشكل، لأنه الكلام أحيانا لا ينطبق مع الفعل، وبالتالي يؤدي إلى نفور الناس، بالتالي يحول الإنسان إلى منافق يقول ما لا يفعل، وهذه كارثة أخواني. وحقك إذا تسمعها، إذا تتأمل ببعض الكلمات، يعني إحنا من الناس بالمحك، مو إحنا أنتو، يعني أنا أقصد أنا ومعيتي وزملائي وشي، يعني من تسمع بالله هذا النص، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له الناهين عن المنكر الفاعلين له، لعن الله. والكلام لأمير المؤمنين ومولى المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن يتطابق المضمون مع القول حتى لا يتحول الإنسان فكونوا لنا دعاة صامتين. يعني واحد تشوفه مثلا خارج الملة، خارج المذهب، يوم من الأيام يتحول إلى مذهب أهل البيت، عندما يسأل لما تحولت يقولهم عاشرتهم، لقيت عندهم صدق الحديث، لقيت عندهم أداء الأمانة، لقيت عندهم الوفاء بالعهد، لقيت عندهم حفظ الأعراض، لقيت عندهم حسن الجوار، لقيتهم فجي يعني ملائكة. فأنا شفته، هو هذا الدين اللي يجب أن يعتنق، أن يعتنقه الإنسان. شو تقول هسه هيك الجو مو لازم يكون هالشكل؟ هذا الداعية الصامت يعني. هذا في يوم واحد نصراني دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، وبعد حوار وشيء أعلن إسلامه، قال له سيدي أنا بالكوفة أسكن، وعندي أم وأبو، وذولا أمي وأبوي النصارى على دين النصرانية، فأنا شنو شلون علاقتي راح أصير بيهم الآن؟ أنا على مذهب أهل البيت. قال له يشربون الخمر، يأكلون لحم الخنزير؟ قال له أبدا، ولا يقربونه، مو يمه، لكن ديانتهم نصرانية. أوصاه الإمام سلام الله عليه ببرهما، قال له ما أريد تنقص قدر قيد أنمل ببرهما، اهتم بهم أكثر من السابق. رجع للكوفة عاملا بوصية الإمام سلام الله عليه. بعد ما وصل اهتم بأمه، كانت عليلة، قالت لماما أنت ما كنت ويا الشكل، شنو الجديد بالحياة؟ شو أنا ويا معاشرتك أنت مو هيجي؟ قالها
أنا دخلت دين جديد، وهذا الدين الجديد، رجاء إخواني سكتوا الفوق دول، أنا دخلت دين جديد، وهذا الدين الجديد المسؤول عليه الإمام مالته القدوة هو أوصاني بهذا. قالت له هذا نبي؟ قالها لا مو نبي، هذا ابن نبي، هو الإمام الصادق سلام الله عليه. قالت له بني اعرض علي دينك، شنو الضوابط؟ عرض عليها الدين الإسلام، دخلت الإسلام، صلت الظهرين، عرض لها عارض، ماتت على دين الإسلام، شنو اللي جابه؟ سلوك مو؟ كونوا لنا دعاة صامتين. هسه ينقل هالمفهوم. في يوم من الأيام العرب يعني كانت وثنية أصنام، سواء بالكعبة 360 صنم أو بالقبائل، كل قبيلة لها صنم تقدسه، هذا قبل الإسلام. وكان في المنطقة العربية مملكتين، الغساسنة باليمن والمناذرة بالعراق بالحيرة. يوم من الأيام يقولون عن النعمان، يقال هالشكل، النعمان سبب تنصره ليش؟ كان نصراني. يقول سبب تنصره لأنه يوم من الأيام عند ندمان النديم أقرب من الصديق. شلون هذا يقول؟ وللسر عندي موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. يعني السر ما يطلع من يمي. فيوم من الأيام النعمان جالس مع ندمان اثنين، وأفسدت عقله الخمرة، نستجير بالله، شارب الخمر كعابد وثن، ولذلك الحد لشارب الخمر 80 جلدة. فأفسدت عقل الخمرة، التفت للحاشية قالهم اقتلوا هذين النديمين، أقرب الناس إليه، بس خمرة ما تقدر. قتلهم، الصبح افتقدهم وينهم؟ قالوا لا أنت أمرت بقتلهما. فأعلن حزن، وطلع بنا عليهم قبرين، وسمى القبرين الغريين، وهاي الحادثة معروفة. كان يطلع يوم محدد إلهم يسميه يوم البؤس، هذا اليوم إذا طلع واحد يمشي يقتل، فالمفروض تدخل الناس بمنع التجوال. مشكلة الطواغيت، هو يسوي الطلبة ويبلي الناس بيها، هو يسوي المكسورة ويبلي العالم، بس الناس شنو ذنبها؟ فتعطل ذاك اليوم الأعمال والمشاغل. يوم من الأيام جالس في يوم البؤس، وجاء رجل، أمسكوه الشرطة جابوه، قالوا له أنت ما تدري؟ قالهم ما أدري. قالوا له إيش مو هالشكل، هذا يوم بؤس؟ قالهم عمي أنا عندي إبل ضالة، وهاي الإبل طلعت أدور عليها وأنا بعيد عن الدولة وأوامرها وتعليماتها. قالوا له القانون لا يحمل مغفلين. شلون أنت هسه من تجي بالطريق وتشوف لك واحد يرفس يريد يموت بحادث سير، ما تقدر تشيله حتى لو يموت؟ مو لأن تبتلي قبل تسلمه بالسدية وانت تروح للسجن، عود بعدين يلا يثبت براءتك. وإذا ما إجى وما مسكوا الفاعل الأصلي، أهله يخلصون يفقدوك، أهله ما يهدوك. مو ناس نخو ما شاء الله، بس يريد لواحد يكمش بيه. فلذلك الآن يوقف الإنسان بالشارع ينزف حتى الموت، ما حد يشيله، من باب القانون لا يحمي المغفلين. قال له يا أبا طيب أنا أقتل ما يخالف، بس أنا أريد من عندك إذن بس الليلة أروح لأهلي وأرجع أرتب وضعي أرتب أموري. قال له أريد كفيل، فكفلوا أحدهم من الموجودين، قال له روح، ودمه بعنقي، واحد من جلساء النعمان. فانطلق الرجل كمل مهامة، الصبح شوية تأخر دقائق، طرحوا للذبح لهذا الكفيل، وإذا برجل تخب به الناقة، قال أمهلوني عسى أن يكون صاحب الضمان، وإذا به هو فعلا. فسأله النعمان، قال له أنت ليش؟ شلون جيت؟ شنو جابك؟ قال له والله جابني ديني، دينه كان دين النصرانية،
هسه يقولون المؤرخين هذا سبب تنصر النعمان. شوف الدعوة الصامتة شلونها، قال لا اخرج مثلك لا يختل، او انت ضربت المثل باروع حالات الوفاء لانك وفيت بالعهد، مو يعني على رقبتك ووفيت بالعهد، وانت الكفيل ضربت اروع الامثله بالكرم، وانا لا اكون الامكما وعليه ارد شارككم، فانت اخرج مثلك لا يقتل، واطلق سراحه. هذا السبب تنصر منه، تنصر النعمان بهذه الحادثه. اذا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من خلال مضامين القران الكريم والاحاديث المستفيضه عنهم يردون هالمنظومه تترتب بهذا الشكل، بحيث يوم من الايام صدقني اكو مواقف تنحني لها القامات، يعني صدق تخجل واحد. انا جعفر مو مع احترامي وتقديري لكم، احيانا من اقرا بعض المواقف اخجل ان اقول انا انتبه لاهل البيت. يعني تتوقع يوم من الايام عبد الله ابن يعفور، عبد الله ابن يعفور شيعي، وقدموه شاهد لرئيس القضاء، كان ابو يوسف القاضي ايام هارون، قدموه شاهد، فمن تقدم الشاهد قبل يشيكوه، يعني شاهد يكون عادل، ما تقبل شهادة كل واحد، مو هسه بالقهاوي قاعدين يعطي 25,000 تاخذه حطيته في القران وحق هذا. قبل كم يوم قاضي يسولف لي يقول لي اكو قضايا وتفاصيل انا اعرفها تماما بس ما اقدر احكم وفق المعطيات الموجوده امامي، يقول اجى واحد حط ايده على القران وحق هذا القران، قلت له عمي هذا كلام الله يهتك انا ادري بيه كاذب، يقول حط ايده بعد من القران حطيت ايدي وراه، قلت له حق هذا القران انت كاذب شو يسوي يعني. مهم 25,000 50,000 ممكن يشهد، قبل الشاهد لا كن يتفلتر. فدخل عبد الله ابن يعفور على ابي يوسف القاضي، نظر اليه ابو يوسف قال له وما عساني ان اقول بك يا عبد الله، والله ما اعلمك الا صدوقا طويل الليل لولا خصل فيك. شوف شيء صدوقا، ترى الصدوق هي بعد اذا صار صدوق صار صادق ويا الله، صادق ويا المجتمع، صادق ويا نفسه، بعد ما يخلف شيء، الوفاء بالعهد يدخل بها لو ما يدخل، اداء الامانه يدخل بها لو ما يدخل، بالصدق. ولذلك واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا، اولا صديق ثم بعدين تجي النبوه. الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال له وما عساني أن أقول فيك، وأن والله ما أعلمك إلا صدوقا طويل الليل لولا خصل فيك. قال وما هي؟ عمالة خصلة مشينة. قال له لولا ميلك إلى الترفض أنت شيعي. فأخذ يبكي عبد الله، يبكي بكاء مورن. قبل شوف خلي اسولف لك، يعني انت حتى تعرف شنو تاريخ اللي مر بيه التشيع وحرامات هسه نفرط بيه، حرامات نقصر بيه، والله ظلم. تدري التشيع مر بفتره يقال للرجل يا كافر خير من ان يقال له يا ترابي؟ تدري مر التشيع بفتره يا علي سياتي على الناس زمان يعيرون زوار قبوركم كما تعير الزانيه بزناها. وهيك حفظوه ناس، حفظوه التشيع ووصلوا لنا، يا ترى مو اني، مو اني، وصلوه بدماء، وصل عمرو بن الحمق الخزاعي بدمائه، وصل حجر بن عدي الكندي، وصل يا جويلية العبدي، رشيد الهجري، ميثم ابن يحيى التمار، جويلية العبدي، كميل بن زياد، قنبر، دول اللي وصلوا لنا يا بالدم عمدوا، ترى مو بسمار وخشب. واحنا تالي نفرط به ونساوم على التشيع يصير يعني. قال له لولا خصل فيك ميلك الى الترفض. قام يبكي عبد الله، قال له ابو يوسف ليش تبكي؟ انت تبكي اظهر اني جرحت كرامتك لان نسبتك لدول المخوش اوادم، انا وصلتني هيك المعلومه، يظهر انت مو منهم. قال له لا انا لا من حيث تظن ابكي، ولكني أبكي لأنك نسبتني إلى قوم أخشى أن لا أكون منهم يوم القيامة.
أمت عيننا إي والله أمت عيوننا على هالنتائج اللي إذا هذا الصدوق طويل الليل ويخاف خاف ما يكتب في ديوان التشيع. كأني صاحب الدواهي العظمى على كلام الإمام السجاد سلام الله عليه شلون راح أكتب؟ هو إرادنا وقف قبال المراية نحاسب أرواحنا محاسبة الشريك شريكة. فشاهد الحديث أن هذا مفهوم الإنسان أن يكون إنسان أن يكون يفي بالعهد ما ينقض عهده. وهذا قلت لك أنا حتى بالجاهلية قبل الإسلام ترى الجاهلية مو كلها غلط مو إنما بعدت لأتمم يعني أكو بنية تحتية للأخلاق لو ماكو أكو مثل الجوار والوفاء بالعهد عندهم قيم عندهم ثوابت يقتلون يقاتلون ويقتلون من أجلها. أما حماية الجوار فحدث ولا حرج يعني هسه أنت مسولف لك واحد وتقول له يعني فلان من الناس في زمن الغابر رسل يقول لك ذو شنو أروح أقرأ ثقافة البدو مو لأنه عندي آيباد وعندي انترنت فأنا ثقافة بدو دولاك ثقافة البدو اللي قبل اللي يقول ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر ما ضر جارا أن يجاورني أن لا يكون لبابه ستر أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. والآن أنت بعصر الثقافة تقول لي بعصر الثقافة والتكنولوجيا والثورة الصناعية والما أدري شو يسموها تعال شوف الأمن الوطني واسألهم وقلهم مش قد عندكم مشاكل ابتزاز يستدرجها بالجارة بمنطقته بعشيرته بولايته يستدرجها بكم صورة صورتين وبعدين يبدأ الابتزاز اشتري لي تليفون آيفون 15 لو أنشر صورك على الملأ تعال للمكان الفلاني لو أنشر مو تماشيني بيج مشاكل لو ما ماشيني بالله بربك يا هل أفضل ذاك مجتمع البداول يقول ناري ونار الجار واحدة ولا هذا اللي يستدرجها بصورة وصورتين. ولذلك ترى احنا عندنا سوء فهم هذا اللي يسموه مثقف ترى سوء فهم. تعرف شنو الثقافة في 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 لغة المتشرعة في مصطلح المتشرعة الثقافة المعرفة اني انا اعرف الصح من الغلط اعرف الحلال من الحرام أعرف المستحب من المكروه أميز هذه المواقف يسموني أنا مثقف معرفة عندي. أما أنا مثقف والله محفحف قصدي صلوا على محمد وآل محمد. المهم فالآية الكريمة هنا أكو شلون التشبيه مسألة التشبيه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه المواقف اللي تمر بالقرآن الكريم أحيانا بعض المتكلمين بعض المتحدثين عندهم طريقة اقتباس يسموها. شلون يعني اقتباس؟ يعني إذا أراد أن يتحدث يقتبس شيء من القرآن الكريم يضمن ضمن من ضمن كلمته حتى يعطيها أكثر قوة يعطيها أكثر برهان لأن كلام الله تبارك وتعالى كلام محبوك 100% ما بي. فأنا إذا أردت كلمتي قوة شوية شضمنها أضمنها قرآن. لكن هذا أحيانا ترى حتى أكو شعراء يقتبسون شاعر يقتبس آية قرآنية يرتبها دنت الساعة وانشق القمر مو لغزال دنا مني يعني هذا اقتباس يسموه. لكن الاقتباس أحيانا إذا إجى من غير المعصوم يجي مو محل قد ما يجي مضبوط يعني يجيب الآية يخليها في غير محلها وإذا تخلي الآية في غير محلها تظلمها لو ما تظلمها. يعني انت هسه اكو ناس في يوم من الايام شفنا لعله الشباب يجوز ما شافوا يجي احداث احنا شفنا اعداد ناس مو خوش اوادم مات او انقتل بحادث سياره كتبوا عليه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولفوا بعلم وقالوا الشهيد مو
يعني تطلق المسميات وتوضع الآيات في غير محلها. لكن من تجي للمعصوم يطبق الاقتباس بأروع مضامينه، بحيث يجيبها للسورة يلصقها بحيث تشعر وكأنما هي جزء من الخطبة. مثلا أعطيك فكرة، أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده فد مقطع لطيف يقول: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها وتقربوا بها وأكثروا منها، إنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شفت الآية شلون طبت؟ ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من ال... شوف لو حد فنان شلون ريشة فنان ومرسومة مو ما بها يعني 100% إجت. فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فاطمة الزهراء لما خطبت أمام القوم قالت: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. أقول عودا وبدوا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. آية لو مو آية؟ شفت شلون جت بسياق الكلام؟ هذا اللي يسموه الاقتباس. طبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه أعد العدة لكربلاء لإنجاح كل مقوماتها، ومن ضمن إعداد العدة أعد الجانب الإعلامي، لأن الإعلام شلون سموا السلطة الرابعة؟ ترى الإعلام مهم جدا، يعني لعله أحيانا أبلغ من السيف. ولذلك إحنا الآن إيش كثر الإعلام المزيف مأثر على شبابنا؟ مو يأثر على شبابنا لو ما مأثر؟ هالإعلام اللي يسميه التواصل الاجتماعي إعلام لو مو إعلام؟ نتبناه، نتفاعل وياه، ونسولف به، ونعطيه مشاركات، لكن ما بي صحة، ما بي صدق. وبالتالي ترى نسأل عنا وقفوهم إنهم مسؤولون. الخط يبقى زمانا بعد صاحبه، وصاحب الخط تحت الأرض مدفوني. إذا هذا الخط بخير يوصلك منه خير، لو ما يوصلك تدري النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حديث بها المعنى بها المضمون، يقول: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي بهذا الكتاب. يعني انت ميت او تجيك، بس شنو من تمر بالاسم الكريم لا تكتب صاد وتعبر. اذا عندك مقولة بشي تريد تكتبها بدفتر سجل مذكرات، لا تكتب صاد ولا تكتب صلعم وهاي سوالفنا، اكتب بنفسك اكتب. يستاهل ترى مو يستاهل لو ما يستاهل؟ المال يسوى على قولتكم الحبيب المصطفى، هذا اكتب بخط ايدك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله: انت ميت ورايح وهذا الاسم بهذا السجل موجود، لا زال الاسم موجود والصلاة عليه موجودة بالكتاب، الملائكة تستغفر لك. ايش كبر عند الله؟ بينما اذا يكتب بها معصية ويكتب بها فتنة نفس الحال عكسها. مو الحسن حسن والقبيح قبيح، كل واحد ياخذ استحقاقه. فشاهد الإمام علي سلام الله عليه اهتم بالجانب الإعلامي لواقعة كربلاء. أسألت قد تقول لي واقعة كربلاء إيش جابها للإمام علي؟ حصلت سنة 61 للهجرة. ترى مع الأسف يعني اللي يقرأ واقعة الطف بحدود 60 للهجرة يظلمها، مو يظلمها الكربلاء. أخواني إياكم أن تعتبروها حدث عابر أو حصلت سنة 61 للهجرة نتيجة رفض الإمام الحسين سلام الله عليه لبيعة يزيد لعنه الله، وبدأت المشادة إلى أن انتهت بقتل أبي عبد الله الحسين. لا أبدا، الحسين سلام الله عليه مشروع رباني، الحسين قائد رباني، إن لك منزلة لن تنالها
إلا بالشهادة. الإمام الحسين بكاه النبي صلى الله عليه وآله يوم مولده، جابته المرأة اللي كانت تعين فاطمة، قريبة من فاطمة الزهراء، لعلها أسماء أنصارية أو شيء، لأنه يقال أسماء بنت عميس، أسماء كانت أنذاك بالحبشة، فإحنا يهمنا القدر الظاهر، كانت بالحبشة ما كانت موجودة مع جعفر زوجها. المهم أسماء لعلها أنصارية، فجابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تبشره، أقام عليه السنة ورده إليها ودموع تتحدر على خديه. سيدي لا أبكى الله عينيك، ما الخبر؟ قال هذا أخي جبريل يخبرني أن ولدي هذا يقتل عطشان بأرض الفرات من العراق. ولكن النبي شوف يأكد على المضمون، ولكن لا تخبروا فاطمة إنها حديثة عهد بولادة. خطية يقولوا لها ابنك انقتل وهو بعد اليوم وفرحانة به، إنها قريبة عهد بولادة. وعلى هذا الأساس يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى الحسين في يوم مولده. يوم من الأيام دخل الحسين وهو صبي صغير، دخل على النبي صلى الله عليه وآله، فتح النبي ذراعيه قال مرحبا بزين السماوات والأرض. واحد بصفه من أصحابك قال يا رسول الله، هل معقولة زين السماوات والأرض هذا الصبي غير المفروض أنت؟ يقول التفت إليه النبي صلى الله عليه وآله قال يا هذا والذي بعثني بالحق نبيا، للحسين في السماء أكبر منه في الأرض، وإنه لمكتوب عن يمين العرش، إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. فالحسين إذن مشروع إلهي، يعني مو شغلة صدفة صارت الواقعة وصارت المواجهة وانتهت باستشهاده صلوات الله وسلامه عليه. فلازم إعداد، لأنه تحدي كبير، تحدي مو هين، يعني التحدي. وحتى أمويين إخواني، إحنا خاف نطيل بالحديث، مو نطيل لا الوقت يتسع، لكن المشكلة إحنا نخشى من البعض اللي أصبح يجامل على حساب عقيدته وينغث وما يرضى بالنتائج. يعني المشكلة أنك أنت عندما تقرأ التاريخ تماما بتمعن تجد أن بني أمية كانوا أدوات لتنفيذ الجريمة، جريمة مو أموية فقط وإنما أداة لتنفيذ الجريمة. تسمع أنت زيارة عاشوراء، لعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بني أمية ما كانوا يستطيعون من قتالهم وارتكاب هذه المجازر ما لم يكن هناك من مهد. قل لي شلون مهد؟ من أسماه كسرى العرب؟ من سماه فتى من قريش؟ من أعانه على انتخاب يزيد وترشيح يزيد لقيادة الأمة؟ ومن أعانه على حرب علي بن أبي طالب وكارثة التحكيم؟ ومن ومن ومن؟ والتساؤلات موجودة والإجابات موجودة. إذن بني أمية كانوا أداة لتنفيذ الجريمة، وإلا المشروع كان قرشي أكبر من أن نتصوره أو نحصره عند بني أمية. ولذلك أنت من تزور الإمام الحسين سلام الله عليه تقول له السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، وإلا شنو أرجوك؟ هو في يوم من الأيام أكو اثنين عند اليهود ارتكبوا جريمة كذا، يعني زنا أجلكم الله. هذول شخصيات ما رادوا يقيمون عليهم الحد. زين الحد هو شنو بالتوراة؟ هم رجل، لأنه هو أخو التوراة والإنجيل والقرآن، منين صادرات؟ من سراج واحد. فحكم الزاني المحصن الرجل. بس المشكلة دولة من شخصيات اليهود، من ذوات اليهود، قالوا عطلوا التوراة وابعثوا لمحمد. يقولوا له إحنا صفك جيرانك، أريد حكمك شنو بالنسبة للزاني المحصن؟ بلكي يختلف عن الرجل. اجوا للنبي، نزلت الآية تقولهم فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
وحقق شخصية من الشخصيات الكبار، جيء به مرتكب زنا من الكوفة إلى الشام إلى المدينة، وأقيم عليه البينة، أقيمت 4 أشخاص، وتقدم الأول والثاني والثالث، وتقدم الشاهد الرابع نظر إليه، كان أيام الثاني، نظر إليه قال له: أنا أرى عليك وجها صبوحا لا يفضح الله به أحد المهاجرين. عجيب، فعرفها، حسجة تسموها، مو افتهم أنه غير الشهادة، احنا هذا محتاجينه. يقول له: سيدي جابوني مكره شيء ما أدري. فأطلق صراحة: الزاني أجلكم الله، وذول الثلاثة الشهود جلدوهم كل واحد 80 جلدة لأنها فرية. فواحد من عندهم صاح، يسموه أبو بكرة، قال: أقسم بالله إن فلان زنى. والمغيرة بعد سفلان على شنو؟ قال عمر: اجلدوه مرة أخرى. علي بن أبي طالب قاعد، قال: لا واش، لا، إن جلدتموه مرة أخرى يكتمل النصاب، يصير 4، لأن إذا انجلد 160 يصير 4، وإذا 4 لازم يرجم المغيرة. مو شو هذا؟ يجي يقول لك: ليش؟ لعن الله أمة دفعتكم، من يقدر يستنبط يجي حكم شرعي؟ مو. فالمهم حجي أطلق صراحة. الشاهد الرابع زياد، زياد مولود من فراش غير شرعي: وأرى عليك وجها صبوح، وسترك الصلاة وجه ما بي ماي، النوب ابن حرام وجه بي ماي وجه صبوح، لكن أكو مصلحة. مرت الأيام وأصبح الزاني والي على الكوفة، وأصبح زياد الشاهد الرابع والي على البصرة، ودخل المغيرة على معاوية قال له: أنا قلبت الأمور ظهر لبطن، فلم أجد أصلح لأمة محمد من ولدك يزيد. قال له: من يضمن الناس؟ يزيد منبوذ عند الناس. قال: أنا أضمن الكوفة، وزياد يضمن البصرة، وأنت عليك الشام، والناس على دين ملوكهم، وتمت الخبطة، وولي يزيد على الأمة بهذه الطريقة. وسئل المغيرة وقال: والله لقد طعنت أمة محمد بطعنة النجلاء، لن تبرأ منها إلى يوم القيامة. هذا فلا حد يقول للحسين انقتل 61، لأن دولة كانوا أدوات فقط، كانت المؤامرة أكبر. ولذلك تزور تقول له: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، ثار يطالب به الله. بس من اللي يتحمل أعباء المعركة؟ ترى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، سبحان الله، بحياة النبي هو كان المتصدي، وبعد رسول الله هو المتصدي. أنا قاتلت على تنزيل القرآن وأنت تقاتل على تأويله، وبعد رحيل علي بن أبي طالب بقت تضحيات علي، يدفع الدماء تلهو الدماء، وإلا واقعة الطف كلها ترى أولاد علي بن أبي طالب، أولاد عقيل بن أبي طالب، أولاد جعفر بن أبي طالب. أكو أحد قدم من بني أمية، من سفيان، من غيره، قدم ضحية للدين؟ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه شاف التحدي قوي جدا، لازم يطرح كل طاقاته بوجه هذا التحدي حتى يوقف بوجهه، وفعلا وقف وحفر خندق إلى يومك هذا، حفر خندق ما بين الإسلام المحمدي الأصيل والإسلام الأموي الذي أراده بنو أمية. أنت قد يقول لي تبالغ، قد يقول لي كيفك، متروك لك الأمر، لكن أنا أقول لك مقتنع، أنا أقرأ وأشوف ومفتح وأشوف أن بعد النبي 20 عام صلوا بصلاة الجماعة، علق القلب الربابة بعدما شابت وشابا، بدل قل هو الله أحد، بدل سورة الإخلاص، لو ما أكو حسين ووقفة ودماء اللي قدمها علي بن أبي طالب، اليوم شن صلي على الموسيقى؟ مو أيام عثمان بالكوفة، لو مو شرب الخمر أجلكم الله، وصلى صلاة الفجر الوالي 4 ركع ويصلي يقرأ بعد الفاتحة: علق القلب الربابة. والأنكى من ذلك عندما بويع علي عليه السلام، أنت تقرأ ما بين السطور يا أخي ولا؟ بعد عندما بويع علي بن أبي طالب وصلى بالناس جماعة،
بعد أن هالصلاة التفت أحدهم للآخر: سبحان الله، والله لقد صلى بنا صلاة كنا نصليها مع رسول الله. شنو قرأت منها شيء ولا لا؟ ايش كانوا يصلون؟ علي بن أبي طالب يصلي جماعة، يقولون صلى بنا صلاة ذكرنا بصلاة كنا نصليها مع رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول لكم أنا بلا زحمة مفتقد لي سيد كان البارحة هنا، أرجوكم إذا ما موجود واحد يجيبه، لأن خاف زعلان علينا، لأن البارحة بالبكاء بالشيء أحد سمع كلمة أو شيء. جزاكم الله خير. الشاهد ذكرنا بصلاة كنا نصليها بعد. إذن الحسين كانت مسؤوليته إعادة الأمور إلى نصابه، لا دولة ولا خلافة يريد الحسين أكبر من الخلافة، فكون علي بن أبي طالب يعد العدة كاملة. ولذلك أعد العدة، ومن جانب الإعداد هو الإعداد الإعلامي. الإعلامي مهم إخواني، لأن قلنا الإعلام أثر، الإعلام المزيف لما قتل أمير المؤمنين بالكوفة أهل الشام يتساءلون ماذا يصنع علي بن أبي طالب في المسجد، وعلي بن أبي طالب كان لا يصلي، مو يعني أقنعهم الإعلام المزيف بأن علي بن أبي طالب لا يصلي. فالإمام علي بن أبي طالب قدم طاقة عسكرية وطاقة إعلامية. الطاقة الإعلامية قموا رجل، لأن الرجل يقتل. الإمام السجاد سلام الله عليه كان عليل، فصارت الطاقة الإعلامية الحوراء زينب فخر المخدرات سلام الله عليها. حقيقة زينب أدت أدوار بواقعة الطف يعجز عنها الكثير من فحول الرجال. ترى دورها مو فقط إعلامي، خاف يعني أحد يقول إعلامي، لا، أدوار لزينب أكثر من دور. لكن اليوم خلي نسمع هذا شي يقول بالكوفة. يقول: والله ما رأيت خفرة أنطق منها كأنما كانت تفرغ عن لسان أبيها، كأن تفرغ عن لسان علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. شوف هنا أكو مفاهيم إحنا كنا نأخذها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. أخواني خلوها على بالكم هاي، لأن أهل البيت قدوتنا. زينب طبت إلى الكوفة أسيرة، مو أميرة، مو طبت أسيرة. هذه الأسيرة بالله أرجوك أنت هسه مكبرات صوت عندك، وحسينيتنا هاي مو بكبر الكوفة، مو بقد مسجد الكوفة، شايفين المسجد، وحسينيتنا هاي صغيرة ومكبرات صوت عندنا، ومسيطرين على الصوت والشوشرة والكلام. لو أكو صوت وسجلنا عم يسكتونا الفوق وسكتونا المنا وجيب منا، مو صحيح ولا يا أخي؟ بالله اقرأ، بس اقرأ 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 هيك قراءة قراءة عمق. الراوي المؤرخ يقول: زينب سلام الله عليها أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فارتدت الأنفاس وهدأت الأجراس. يا أخي والله أنا أدوخ، شنو القوة؟ منين جت القوة؟ هي أسيرة. إيش كم مسؤول بمسؤول يوقف على منصة وربع يصيح للناس سكتوا ما حد يسكت؟ مو زينب أسيرة تدخل تريد أن تتكلم تعطي رسالة، يقول: أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فارتدت الأنفاس وهدأت الأجراس، ما تسمع دبة الإبرة، على قول تسمع دبة الإبرة. شلون زينب وحدها لو وراها الله سبحانه وتعالى؟ ها ترى موحدها، لو وحدها ما حسكت، لكن الله. الإمام الحسين سلام الله عليه لما ودعها قالها: واعلموا أن الله حاميكم، الله حاميكم ناصركم لكم الغلبة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم عنده، واعلموا أن الله حاميكم. وهي الحماية الإلهية، هاي القوة الإلهية. فزينب سلام الله عليها لما بدأت قالت: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
طبعا هاي البنوة تدرون بها تقصد بها زينب شيء لو ما تقصد؟ ترى مو على رسلها، ما قالت جدي، قالت والصلاة والسلام على أبي، تريد تقول إحنا آل محمد، أسرة محمد الآن سبايا. يعني هي هذه مأساة. فقالت يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والخد، أتبكون؟ فلا رأقأت الدمع ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة. جابت الآية هاي بطريقة الاقتباس وضعتها بهذا المكان، وبدأت مسترسلة صلوات الله وسلامه عليها بقوة. لكن هنا من يجي الراوي ويقول دخلت زينب ابنة علي إلى مجلس عبيد الله ابن زياد، هاي توجع لو ما توجع؟ يعني احنا قاعدين بتعزية وكلكم مؤمنين وخوش أوادم خدام للحسين، والله يعطي العافية حج عبد ويحفظه إن شاء الله أينما كان. يعني تتوقع نقدر نقول له يا حج عبد مرة من عيالك خلي توزع ماي بالحسينية؟ يصير؟ يصير؟ لو ما يصير شلون زينب طبت ستر بديها؟ طبت الستر بديها زينب ابنة علي. تدري يوم من الأيام عندما نادى المنادي، خطيب على المنبر وكان قاعد عالم من العلماء مرجع، وخطيب على المنبر وقال فدخلت زينب ابنة علي إلى عبيد الله ابن زياد، ومسترسل قام له قال له قف أيها الخاطب، قال له نعم سيدي. ولي عباله يعني أكو إشكال بالرواية، قال له لا مو إشكال بالرواية، قف عند هذه النقطة لنعطيها حقها من البكاء، رد نبكي مو هينة. فدخلت زينب ابنة علي على عبيد الله ابن زياد، هذا العتل الزنيم، هذا ابن المجوسية، وزينب فخر المخدرات وعقيلة الطالبيين. صدقني واحد في يوم من الأيام يقولون عنا توفق بالمنام لرؤية واحد تعرف عليه أنه الإمام الثاني عشر يوم عاشوراء، هومت عينه بالنوم، رجل خير محترم، هومت عينه بالنوم يوم عاشوراء، متعب مرهق باكي هواية، وشاف له واحد عرف أنه الإمام، قال له سيدي اليوم عاشوراء أرجوك تقول لي شنو اللي جرح قلبك هواية؟ علي الأكبر اللي الحسين ترى احتضر يا معلي الأكبر، احتضار الموت احتضر يا معلي الأكبر. قال له سيدي الله لا يفجع أب ولد، يوجع القلب مو؟ تمدد يا معلي الأكبر بني على الدنيا بعدك العفا. قال له سيدي على علي الأكبر؟ قال لا، أنا أبكي لمن لو رآه علي الأكبر لبكى. قال له لقمر العشيرة؟ قال أبكي لمن لو رآه العباس لبكى. قال له سيدي إذن بكاءك لهيكل القداسة لأبي عبد الله الحسين؟ قال لا، أنا أبكي لمن لو رآه الحسين لبكى. قال سيدي إذن لم تبكي؟ قال أبكي لسبي عمتي زينب. فزينب صلوات الله وسلامه عليها كانت هذا مقدارها عند أهل البيت. أبو حمزة الثمالي يدخل على الإمام السجاد يقول له يا ابن رسول الله أما آن لحزنك أن ينقضي؟ إن القتل لكم عاد وكرامتكم من الله الشهادة. قال يا أبا حمزة شكر الله سعيك، إن القتل لنا عاد، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عينك أم سمعت أذنك أن علوي لنا سبيت قبل يوم عاشوراء؟ والله يا أبا حمزة، والله يا أبا حمزة ما وقعت عيني على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشوراء، من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. وفعلا زينب لما دخلت على عبيد الله رحم الله شاعر أهل البيت من يقول عن لسانها أنا وين وين الدواوي، أنا وين وين الدواوين، أنا مخدرة عباس،
وحسين، لكن أدت الرسالة أداء عالي. التفت إليها عبيد الله بن زياد، سأل: من هذه المنحازة؟ قالوا: هذه زينب ابنة علي. قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت: والله ما رأيت إلا جب. عجيب، أنا أشوفها مأساة. شو زينب تقول؟ والله ما رأيت إلا جميلة. شنو الجمال اللي شافته زينب سلام الله عليها؟ الجمال يظهر اللي شافته زينب هو هذا النصر الحضاري إلى يومنا هذا 1385 سنة، ودموعكم وصرخاتكم. والإمام الصادق يقول: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. باكر زيارة الأربعين والوفود المليونية، اللهم ارحم تلك الوجوه التي لوحتها حرارة الشمس. هذا النصر الحضاري اللي تشوفه زينب جمال: والله ما رأيت إلا جميلة. هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا لمضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم وتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. الله، كلام قوي، كلام ضعفت عنه فحول الرجال أمام عبيد الله بن زياد. ولما أمر بقتل الإمام السجاد وقعت عليه دفاعا عن حياة المعصوم، وكأنها تريد أن تعطي للناس درسا أن الدفاع عن المعصوم ينبغي أن يكون بكل الوسائل المتاحة. قالت: إن أردتم قتله فاقتلوني معه. لكن اللي ألم زينب سلام الله عليها أنها في عاصمة حكم أبيها علي بن أبي طالب، كانت في يوم من الأيام أميرة بهذا المكان، كانت سيدة الخلافة بهذا المكان، وإذا بها تدخل سبية تستر الوجه بالكفين، تقول: أبويا ما جاك عاني حشيم اليسر، ما جاك عاني أبويا حشيم اليسر، ما جاك عاني ولا قال لك شنو دهاني. يا والدي بشدة تراني تراني، ولا شالك الغيظ على شاني. أبويا المجلس الطير أدهاني. فعلا زينب مو مال المجالس، بويا المجلس الطير أدهاني أدهاني، بويا والعدو بالنشدة ابتداني. أول ما حاجاني أنا يا أمير المؤمنين، وليش وذا أكلمك يا زينب؟ شنو المشكلة؟ رحم الله هذا الشاعر الكبير، قل له: والعدو بالنجدة ابتداني، بويا وأنا مخدرة ويكسر لساني. يا قلب زينب كم قاسيت من محن. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم انصر علي بن أبي طالب في شيعته في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادهم بسوء فأريد، ومن كادهم فكيد. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا، اللهم اجعل بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن القبول، وإلى أماتهم معمات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مسبوقا بثواب الصلاة على محمد وآل محمد.